أنا أقول أن هذه الكويت وكفى، هذه الكويت بقائدها قائد الإنسانية دائما هي السباقة في يعني المواقف المشرفة والمواقف التي يعني تعكس صورة الكويت قيادة وشعبا للعالم أجمع، لأن الكويت فعلا بلد الإنسانية، بلد الحكمة، بلد الاستقرار. إن شاء الله أنا أقول يعني كلمة صاحب السمو هي يعني فخر لنا جميعا ككويتيين، ونتمنى إن شاء الله من العلي القدير أن يحفظ القيادة، وإن شاء الله يعيد مثل هذه المناسبات علينا أجمعين بالصحة والعافية.